أطلقت جامعة في اسكتلندا لعبة فيديو جديدة تتيح للمشاركين فيها لعب دور قادة دول العالم المشاركين في قمة المناخ المنعقدة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية. هذه اللعبة تتيح أو التي تدعى باور أب تتيح للمشاركين اتخاذ قرارات وتوزيع موارد البيئة على مناطق مختلفة، وكذلك متابعة النتائج المستقبلية لهذه القرارات على كوكب الأرض والكائنات التي تعيش عليها. وتربط اللعبة مشاهدين المشاركين بقاعدة بحثية واسعة لنتائج التغير المناخي، وتستهدف كل المهام المطلوبة في اللعبة الوصول لمعدل التنمية المستدامة المطلوب تحقيقه من منظمة الأمم المتحدة ومعدل تطوير الطاقة النظيفة. أطلقت منظمة الصحة العالمية النسخة العربية من فلورنس، وهي ممرضة رقمية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لمساعدة المزيد من الأشخاص على الإقلاع عن التدخين في إقليم شرق المتوسط وخارجه. وتقوم أيضا هذه الممرضة الرقمية بعد محادثة قصيرة عبر الفيديو أو المحادثة أو الكتابة بالمساعدة على بناء ثقة في قدرات الإقلاع عن التدخين ووضع خطة للوصول لهذا الهدف والتوصية لتطبيقات الإقلاع المجانية.